السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكل متتبع جديد عاد انضم للقناة ديالي. كنرحب بك وأدعوك للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس باش يوصلك جميع الفيديوهات اللي كنقدم القناة المتنوعة من حيث المحتوى التعليمي 100% المتنوع. تجدون دروس، تجدون فروض، وكذلك تجدون الدعم المدرسي. وبالنسبة طلبة وطالبات كتلقاو دروس ان شاء الله باش توجدوا لمباراة التعليم باش تصيروا اساتذة واستاذات في المستقبل ان شاء الله. اذا مرحبا بكم مرة تانية، وهذا الفيديو درته من اجلكم. مرحبا بكم. سبيان، اذا اليوم غادي نديرو الصفحة 57 من كتاب المتعلم والمتعلمة منهل النشاط العلمي بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي. هاد الصفحة فيها تتمة ديال انشطة التقويم والدعم اللي بديناها في لا فيديو بريسيدونت. سبيان، دونك كندرت معكم هاد الانشطة كلهم، وبقى لي هاد الانشطة يعني تقويم ديال نهج التقصي، وكذلك شبكة ديال تقويم الأهداف التعلمية وأنشطة دائمة. نبداو بتقويم نهج التقصي. إذا نقراو. إذا لاحظت فاطمة أن المزارع عمد إلى قطع غصن شجرة تين يحتوي على براعم وغرسه في التربة الصورتان أدناه، فتساءلت عن السبب. إذا هاد فاطمة شنو لاحظت؟ أحدث بأنه واحد المزارع اللي هو فلاح مشى وقطع واحد جوج ديال الأغصان ولا مجموعة من الأغصان من واحد الشجرة كبيرة ديال التين ديال الكرموس ولا ديال الباكو. هاد الأغصان شنو هو الشرط اللي فيهم؟ أنه تحتوي هذه الأغصان على براعم، لأنه ميمكنش أنك تختار واحد الغصن ما فيهش براعم، ضروري خصو يكون براعم باش يكبر داك الغصن ويصير بحال داك الشجرة الأم أو الشجرة الأصلية، مفهوم؟ إذا هنا عندنا غصن به براعم، وهنا عندنا راه اغصان راه دارهم في التربه، صافي دارهم في التربه باش ينبتوا. وخطرت بذهنها فرضيه قبل ان تطلب التوضيح من المزارع. اذا بقات كدور في عقلها واحد الفرضيه، عرف علاش هاد المزارع كيقطع هاد الاغصان اللي فيهم براعم، وبقات كتوضح عين مع راسها صافي قبل ما تطلب من المزارع انه يوضح لها علاش كيدير هاد العمليه. اذا السؤال هو في رايك ما الفرضيه التي فكرت فيها فاطمة؟ اذا في رايي شنو هي الفرضيه اللي فكرت فيها فاطمة؟ اذا حنا غادي نديروا الفرضيه ديالنا، ممكن ان تتلاقى مع فرضيه فاطمة ممكن لا، لكن الفرضيات في نفس الاتجاه، ودائما الفرضيات هي فقط أجوبة لأسئلة التقصي التي تدور في أذهاننا، قد تكون صحيحة قد تكون خاطئة، مفهوم؟ جيد. إذا هي باش غتأكد من أن الفرضية ديالها واش صحيحة ولا خاطئة، هي ملي غادي تسول المزارع وتطلب منه التوضيح. إذا الفرضية التي يمكن اقتراحها، إذا ممكن أن أكتب أفترض أن أو أنه يجب غرس غصن مبرع يعني فيه براعم لكي ينمو في التربة ويتحول إلى شجرة ناضجة أو شجرة بالغة تشبه الشجرة الأم، صافي يعني الشجرة الأصلية اللي جاب منها داك الغصن، مفهوم؟ مزيان. إذا هذه هي الفرضية اللي حنا اقترحنا بأنها دارت في الذهن ديال فاطمة، بأن غرس الغصن ضروري خصو يكون مبرعم، خصو يكون فيه براعم باش ينمو في التربة ويتحول إلى شجرة كبيرة بالغة تشبه الشجرة الأم، الشجرة اللي قطعنا منها داك الأغصان. مزيان. دابا ندوزو لشبكة تقويم الأهداف التعلمية. هاد الشبكة ديال التقويم هي لوطو ايفالياسيون، يعني أنا كنقوم راسي واش فهمت هاد الدروس ديال هاد الوحدة الرابعة أم لا. يعني نتوما كمتعلمون غادي تشوفوا راسكم واش فهمتوا ولا لا، مثلا من حيث توالد الحيوانات، من حيث تكاثر النباتات. مثلا نعطيكم مثال هنا، يتعرف دور كل من الأنثى والذكر في توالد الحيوانات. مثلا تلميذ هو كيعرف الدور ديال كل من الأنثى والذكر، يعني ضروري حدوث التوالد ما بين الذكر والأنثى. إذا التقدير يعني غيوضع علامة، مثلا إذا كان متمكن غادي يدير علامة على متمكن هكذا، مفهوم؟ ما كانش متمكن غيدير علامة هنا، كان في طور التمكن غيدير علامه هنا، داكوغ. اذا هذه شبكه ديال التقويم ذاتيه، مفهوم؟ ذاتيه وخاصه بالمتعلمون، مفهوم؟ انا ما ندخلش فيها هذه.
دابا ندوزو لأنشطة دائمة. ها أنشطة دائمة فيها هذا الرسم هذا، وفيها جوج ديال الأسئلة. السؤال الأول: أتمم الرسم بوضع الكلمات في مكانها الصحيح. إذا هذا الرسم هذا غادي نكملو بالوضع ديال هذه الكلمات الموجودة هنا، فين غنوضعها؟ في هذه الفراغات، مفهوم؟ مزيان. وأعطي عنوانا للرسم. إذا غادي نعطيه عنوان ديال الرسم، من بعد غادي نكتب او غادي نعمر هاد الفراغات بما يناسب، مفهوم؟ اذا نبداو بعنوان للرسم. اذا العنوان ديال الرسم، اذا هادو غادي يبينوا لي اجزاء ديال الزهره، داكور؟ اذا هذا الرسم هذا يوضح اجزاء الزهره، داكور؟ اجزاء الزهره، مزيان. نكتبوا هنايا عاوتاني اجزاء الزهره، مزيان. ها نعمر دابا، غادي نعمر. نبداو بهادو، شنو هما هادو؟ هادو حبات اللقاح، واضحين؟ حبات لقاح. نشوفو هذا شنو هو؟ هذا راه سودات، صافي، سودات، نعم سودات. هذا شنو هو؟ هذا راه هذه المدقة، تابعوا معايا المدقة. هنا هذه ورقة تويجية، هاد اللون ديالها أصفر، ورقة تويجية. هذا مبيض، فيه البويضات. هنا عندنا ورقة كأسية، ورقة كأسية، وهنا اللي هو الوعاء، وعاء، صافي، وعاء. مزيان. اذا هادو هما اجزاء الزهره، كاين حبات اللقاح، كاين سودات، مدقه، ورقه تويجيه، مبيض، ورقه كاسيه، ووعاء. نشوفوا الكاسون 2: احدد دور كل من السودات والمدقه في توالد النباتات. شنو هو الدور ديال السودات والدور ديال المدقه في التوالد ديال النباتات، يعني حدوث داك الاخصاء؟ اذا السودات شنو كتعطينا؟ السودات تعطي، ماذا تعطي؟ تعطي حبات اللقاح، صافي، اللقاح. شكون كيعطينا حبات اللقاح؟ هما السودات، يعني الأسدية، صافي، كتعطينا حبوب اللقاح. والمدقة اش كتعطيني؟ المدقة تنتج البويضات، إذا المدقة تنتج البويضات، والسودات تعطي حبات اللقاح. إذا على مستوى المبيض يحدث اتحاد حبات اللقاح مع البويضات، فيتحول المبيض إلى ثمرة، داكوغ، إلى ثمرة بها بذور، صافي. وهادشي اللي كان عندي في هاد الفيديو، كنتمنى أنكم تزيدوا دعموا قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري، باش نزيد نتشجع إن شاء الله، ونزيد ندير دروس، ونزيد ندير فروض، ونزيد أنني نعاونكم، وتوصل القناة ديالنا إن شاء الله جميعا إلى أعلى المراتب، وتوصل لأكبر عدد من المستفيدين والمستفيدات إن شاء الله، حيت هذا هو الغرض ديالي، ماشي الغرض ديالي هو الربح وكسب المال، لأنه ما كندخلو حتى شي درهم من هاد القناة. أنا كندير هادشي هذا لحبي لهادشي، وكنفرغ الطاقة ديالي إيجابية إن شاء الله عندكم، والله يوفقكم، الله يستر الأمور ديالكم. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.